دونالد ترامب لا شك أنه من الأسماء الأكثر شهرة في العالم، فمن لم يعرفه من خلال أعماله التجارية والتلفزيونية أو من خلال الكتب التي قام بتأليفها، فهو معروف من خلال تصريحاته السياسية المثيرة للجدل أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب هو الرئيس الرقم 45 للولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه حاز على لقب الرئيس الأكثر ثراء في تاريخ أمريكا. كيف حققت عائلة ترامب الثروة الهائلة التي تملكها الآن؟ انتقل دونالد ترامب بعائلة ترامب من العائلة الغنية إلى العائلة الأكثر ثراءً. في الأساس كان والد ترامب فريد قد وجد برنامجاً حكومياً يوفر الأموال للبنائين الخاصين لبناء مساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وقد حصل والد ترامب على قرض من 10.3 مليون دولار من الإدارة الاتحادية للإسكان، ومن ثم قام ببناء المنازل المطلوبة، واستفاد فريد من البرنامج الحكومي. كان فريد ترامب دؤوباً في عمله ويتمتع بالذكاء حتى أصبح واحداً من أكبر ملاك الأراضي في الأحياء الخارجية في نيويورك، لكن حكومة نيويورك ألغت البرنامج في عام 1975، وبالتالي اتجهت عائلة دونالد ترامب لفكرة الكازينوهات، وانتقلت العائلة لبناء المنازل في مانهاتن، وتمثل العقارات في نيويورك حوالي 60% من المحفظة الشخصية لترامب حسب تقرير للأصول المالية الذي أعدته شركة فوربس. لقد ولد ترامب في عائلة ثرية جداً لها عدداً من الاستثمارات العقارية في سوق مانهاتن في الثمانينيات قبل الانتقال إلى التسوق الذاتي في التسعينيات، وقد اشترى ترامب فرق كرة القدم والبرامج التلفزيونية وخطوط الموضة، ومع كل استثمار غرس دونالد ترامب علامته التجارية، وتقدر ثروة دونالد ترامب بحوالي 10 مليار دولار. في عام 1971 سيطر دونالد ترامب على منظمة والده، منظمة إليزابيث ترامب، التي أعاد تسميتها فيما بعد لمنظمة ترامب التي يقع مقرها في برج ترامب في وسط مانهاتن أشهر أحياء مدينة نيويورك، وتضم الشركة العديد من المشاريع التجارية والاستثمارية لدونالد ترامب، فهو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي بالإضافة إلى باقي أبنائه دونالد ترامب الابن وإيفانيكا ترامب وإيريك ترامب، ويشغل الأخير منصب نائب الرئيس التنفيذي، ويعمل بالمنظمة 22,500 موظف. ترامب العلامة التجارية الفخمة. تعتبر ترامب من أشهر العلامات التجارية التي تدل على الجودة والرفاهية، فترامب قدم اسمه إلى قائمة متنوعة من المنتجات بدءا من المراتب والملابس والعطور إلى العقارات. وبالطبع لا يملك ترامب وحده كل هذه العلامات، ولكن لديه الشركاء الذين يدفعون من أجل الاستفادة من علامته التجارية. وقد وجد ترامب طريقة أخرى لتحقيق الدخل من خلال فرض رسوم التحدث للمؤتمرات وغيرها من المهام، فخلال الفترة من مايو 2014 وحتى مارس 2015 تحدث في عدة تعاقدات وتلقى رسوماً قدرها 450 ألف دولار لكل عرض تقديمي، وساهمت المشاركات التي تحدث فيها بشكل عام بمبلغ 1.75 مليون دولار من دخل ترامب. كتاب فن الصفقة وترامب. في حين أن ترامب اكتسب شهرة في الثمانينيات من خلال صفقاته التجارية وظهوره التلفزيوني، فقد ارتفع إلى مستوى جديد من الشهرة عندما أصدر أول كتاب له بعنوان فن الصفقة بالاشتراك مع الكاتب توني شوارتز الذي صدر في نوفمبر 1987، قضى 51 أسبوعاً على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً وبيعت حوالي 1 مليون نسخة منه. يوجد لترامب مؤلفات أخرى بخلاف فن الصفقة، منها على سبيل المثال كتاب لماذا نريد منك أن تكون غنياً، كتاب الوصول لأمريكا، كتاب أفضل نصائح بالعقارات تلقيتها على الإطلاق، كتاب ترامب 101 الطريق إلى النجاح، كتاب ترامب لن أستسلم أبداً كيف واجهت التحديات في النجاح، كتاب ترامب فكر مثل الملياردير كل ما تحتاج لمعرفته عن النجاح، العقارات والحياة، كتاب ترامب أفضل نصيحة في لعبة الجولف تلقيتها على الإطلاق. أطلق دونالد ترامب إمبراطورية تستند إلى حد كبير على اسمه، فشيد العديد من الفنادق الفاخرة والشقق والكازينوهات، ومع ذلك
واجهت شركات ترامب 4 إفلاسات على مر السنين، كان آخرها عام 2009. وعلى الرغم من ذلك، فإن منتجات ترامب ذات العلامات التجارية والتراخيص العقارية لا تزال الأكثر شعبية. يملك ترامب مجموعة كبيرة من العقارات، منها على سبيل المثال للحصر برج ترامب الدولي بنيويورك، المركز المالي أكسا، منتجعات ترامب الترفيهية. تمتلك هذه الشركة كازينوهات ومنتجعات ترامب، ترامب تاج محل، ترامب بلازا، ترامب مارينا، ترامب انترناشنال اوتيل اند تاور في شيكاغو، فندق ترامب لاس فيغاس، ترامب بارك افينو، وغير ذلك من العقارات والممتلكات. كما يملك دونالد ترامب منظمة ملكة جمال الكون وشركة الإذاعة الوطنية NBC. وهكذا حقق ترامب الجمع بين السلطة والشهرة والمال، وذلك من خلال الانتشار والعمل في مجالات مختلفة، منه العقارات، التلفزيونات، الكازينوهات، وملاعب الغولف، وتأليف الكتب، والاستفادة من علامته التجارية وغيرها. فأصبحت عائلة ترامب من أكثر عائلات العالم ثراءً. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.